هتفضل قاعد شبه المره اما تطلقها بقى لك 4 شهور في البيت ومين هتفتح المحل؟ ما تتكلمش معايا كده كمان بتزعق كمان. ما لو كان رباك ما كنتش عليت صوتك على اخوك الكبير كلمه كمان اهو. ما مد ايدي مد ايدك. طب ما توريني كده. تعالى عبد الله. عايز ايه؟ عاوز اشتغل مع المعلم بتاعك. هتشتغل معاه ازاي ولا قتل اخوه؟ ما دي الخدمه اللي انا عايز اعملها. لا ما ينفعش. وحياته العيش والملح اللي بينا. طب تعالى. بعتهم كلهم؟ ايوه يا معلم. مالك مش واقف على بعضك ليه؟ الواد محمد ابن المعلم حمدي اخوه طرده من البيت وعايز يجي يشتغل معايا. مش ده محمد اللي كنا قاتلين اخوه؟ ايوه يا معلم. طب وده يجي يهبل معانا ايه؟ ده ممكن يكشف. هاته على ضمانتك يا معلم. انا مجنون بس خلي بالك الواد ده لبس. احنا هنجيبه على ضمانة عبد الله. ماشي يا بيه على ضمانتك يا معلم. خلاص روح هاته. ماشي يا معلم. ايه؟ تعالى المعلم وافق بس انا جايبك على ضمانتي. ما تخافش اشرفك. تعالى يا محمد. اهو يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عاوز اقول الشرف يا معلم واشتغل معاك. انت قد الشغلانه ديت يا محمد. جربنا يا معلم ومش هتخسر حاجه. ما انا عارف ان مش هخسر حاجه بس لو لعبت بديلك هتحصل مرحوم اخوك. هو مش وحشك؟ اكيد طبعا يا معلم وحش. وبعدين ده نصيبه مكتوب وانا ما اقدرش اخالف في امر الله. عين العقل يا محمد. طب اجهز بقى دلوقتي عشان هتسلم بضاعه. اعتبرها عربون محبه. انا تحت امرك يا معلم في اي وقت. لا يا مصطفى انا شفت اخوه داخل مع عبد الله المعلم. امتى الكلام ده؟ من شويه. طب روح انت دلوقتي. محمد. لا يا معلم. خد. سلام. خد سلم في حته. حاضر يا معلم تحت امرك. عبد الله سيد روح معاه. يلا بيبي. شغال مع اللقطة يا اخويا. تتكلم معاه كده ليه؟ خلاص هسيب شيخ. يلا رجال يلا رجال. اتفضل يا معلم. تمام يا معلم. انا تحت امرك يا معلم في اي وقت. خدام. محمد. اوامرك يا معلم. كنت سرب لي البضاعة. تحت امرك يا معلم. عبد الله قعد انت الله يروح لوحده. حاضر يا معلم.
خلاص ما تعدش. ده نور محمد. البضاعة خلصت يا كبير. طب هات عينينا اما اشوفها. يا حراق. اتفضل يا كبير. اصل يا كبير. طب ركزوا بقى معايا يا رجاله. في كمية هيروين تملها 10 مليون جنيه. لسه واصلة. ولازم تسلم بكرة. طب روح صلي انا يا معلم. صلي؟ اه يا معلم عشان ربنا يباركنا في الطلعه وتروح ورجع على خير. طيب روح ما تتاخرش. حاضر يا معلم. عبد الله. ايوه يا معلم. ازيك يا باشا؟ سلامك يا محمد، خير في جديد ولا ايه؟ معلم مختار هيسلم بضاعة هيروين 18 مليون جنيه. امتى وفين كده؟ هو انا معرفش الميعاد بالظبط بس هعرفك النهارده بالليل. خلاص. خد دي معاك. ايه دي يا باشا؟ ده جهاز تتبع. اقدر اوصلك عن طريق. حاضر يا باشا تمام. هتعوز مني حاجة دلوقتي؟ مع السلامة، خلي بالك من نفسك. حاضر يا باشا. ماشي يا محمد. اه عمرك يا معلم. صليت يا محمد؟ الحمد لله يا معلم. صليت كم ركعة يا محمد؟ أربعة يا معلم. وهل ده كان المغرب؟ لا العصر يا كبير. ويا ترى بقى مين كان إمام الجامع؟ الشيخ منصور. ولا يعني كان أحمد بيه؟ مصدوم ليه؟ وأنت يعني كنت مفكر نفسك اللي إحنا مش هنعرف؟ والعيش والملح يا معلم. إيه العيش والملح ده ما بيدومش إلا على ولاد الحلال، نبي أنت ابن حرام، ما عرفتش تصوم. على فكرة المعلم بعتني وراك وانا شفتك وجيت قلت له. انت يا عبد الله؟ ايوه انا، انت مفكرني اخون المعلم اللي عاملني واكلني معاه عيش وملح. انا عمري ما كنت اتخيل ان الضربة تجيلي من اقرب الناس ليا، ده احنا متربيين مع بعض. عبد الله عمل الصح، وانا قلت لك لو خنت هتحسن مرحمة اخوك. والله العظيم يا معلم ما كان قصدك. الله يا معلم ما كان في بيننا حاجة. الله يا معلم جد. انا هطول في عمرك لحد ما نسلم البضاعة وبعدها هنقرا عليك الفتح. يبقى سلم لي على المرحوم اخوك. يا معلم الله ما تجيبني. البضاعة جاهزة يا كبير. طب هات وتعالى ورايا. يلا يا رجالة اقعد انت هنا اول ما اقول لك نفذ نفذ. حاضر يا كبير. اقف يا باشا وصلنا للموقف. خد البضاعة يا معلم على مقام من اخر الشارع وانا لو في قلق هعرفك. تمام يا معلم. حكومة يلا حكومة. معلم واقع استسلم. الو نفذ نفذ اوامرك يا كبير. تعال رجال. اثبت. سلمنا الحكومة يا روح امك. انت متشقلب على روح. تعالى مستبعد الخراب اخوك هناك.
عملت كده ازاي؟ انت لما طردته من البيت جاله وقال لي عاوز اخد حق اخويا ومفيش غيرك قدامي عشان يوصلني المعلم مختار. طب تعالى. وبعد كده بقول له ايه؟ روح قول للمعلم ان انا العب مع الظابط. متخافش هرجع لك تاني. طب انت خليتني اضربك ليه واطردك من البيت؟ كانش ينفع اخويا. عشان الخطه تمشي صح. صح؟ هو اللي انت فيه ده صح؟ وانا فيها حاجه؟ لا لا ما فيهاش. يلا يلا.